كان ستطول أكثر بكثير مما كانت عليه. لذلك أهمية الدخول العسكري الروسي كان مؤثر جدا، هذا لا نستطيع أن ننكره يعني. فيومها كان في تردد عند الرئيس بوتين، وبتعرف كانت روسيا تقريبا محاصرة يعني بالمنطقة، ما عندها شيء، بالشرق الأوسط كله ما عندها شيء، وحتى بأوروبا الشرقية أخذوا منها دولها، وحتى بقيت بعض الدول التي كانت في جوار روسيا وفي ظلها، وفي بدأ الأمريكيون يقطفونها الواحدة تلو الأخرى. في كل أحوال هما كان عنده قلق أنه هذا الخيار فيه مخاطرة، مغامرة خاسرة، أو خطوة يمكن أن يكتب لها النجاح. هون ما كان النقاش السياسي هو اللي بيخليه يقتنع، بده نقاش عسكري. فوقت أخونا الحاج قاسم، طبعا صار تنسيق بين إيران وروسيا، وذهب الحاج قاسم سليماني إلى موسكو والتقى بالرئيس بوتين، ولمدة ساعتين، يعني الوقت كمان مهم، وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين عسكريين وأمنيين وسياسيين. ووقت الحاج هو حكى لي يعني، نعم عم نحكي هون مباشر يعني، ما في سند عن فلان عن فلان. فبيقول على الطاولة أنا وضعت الخرائط، الواقع الحالي، أين نحن؟ نحن يعني كل الجيش السوري وكل من معه من أصدقاء، أين الجماعات المسلحة والمناطق؟ ما هي فرص العمل؟ ما هي فرص النجاح؟ عمل له قراءة استراتيجية للوضع في سوريا والمحيط والفكرة المطروحة وما هي النتائج المتوقعة. طبعا عم يحكي كلام علمي موضوعي عسكري ميداني، وعلى الخريطة وعلى المساحة وعلى الأرقام والأعداد. في تلك الجلسة الرئيس بوتين قال للحاج أنا اقتنعت، وعلى ضوء تلك الجلسة اتخذ هذا القرار.